عنها وارضاها طبعا زوجها رضي الله عنه، هو يعتبر اول من هاجر الى المدينه، اول من هاجر يعني المضايقات اللي حصلت في قريش فهاجر الى المدينه. فكانت يعني سنه كامله تتمنى لقاءه، فقررت خلاص انها ترجع تهاجر الى المدينه. فلقاها في الطريق اللي هو طبعا ما كان مسلم في وقتها، سيدنا عثمان بن طلحه رضي الله عنه والله. فلما شافها يعني قال لها الى اين؟ فين رايح؟ وكان بعيد زي هذا خارج بره مكه. فقالت له يعني انتم اذيتونا وكذا، فرقتوا بيني وبين زوجي، فايش تتوقعوا حصل منه يعني؟ اوصلهم فاوصلها الى المدينه ورجع. ما رايت رجل مثله في النخل، كان لما نيجي ينوخ الناقه ينوخها ويتركها. لا ما كان مسلم، نخوة عرب، لا اله رجال، على غير الدين، بس ما تجي له نفسه يعني. فحتى وصل الى قباء بني عمرو بن عوف. هو طبعا كان سيدنا طلحه رضي الله عنه في ديار بني اميه بن زيد، لو مكان بئر العين الان. فقال له هنا يعني زوجي، وتركها. الفكره او الموضوع، تخيل دحين لو واحد الان في زماننا هذا يقابل يعني شخص عزيز عليه، اول شيء ايش حيسوي؟ يقول له بس خلينا اتصل على اهلي ابلغهم اني انا مسافر. هي بيستنوك مو ساعتين. تخيل هجره الى المدينه، ما قال له حتى بس اروح ابلغ اهلي، يعني صعب عليه كيف المساله هذه من الوضع اللي هي فيه. فحتى اوصلها الى بني عمرو بن عوف، جهه منطقه قباء، قال له هذه هنا خلاص زوجي. هناك زوجك. وتركها ورجع مرة ثانية مباشرة. الله. وكان على غير الملة، ما كان على الدين. الله. والله هذا سيدنا عثمان أسلم. عثمان بن طلحة كان بيد، كان عنده مفتاح الكعبة، هو من بني شيبة. مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له انه يفتح له الكعبة، يبغى يدخلها أبا. فلما أبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عثمان والله لترين هذا المفتاح يوما بيدي، وضعه في يد من أشهر. الله. قام قال له إذا ذلت قريش وهانت. قال بل عزت وشرفت. أنا ماني جايب لكم الذلة، جايب لكم العزة والشرف. السلام. بس ما أنتم فاهمين هذه المشكلة، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعدين سبحان الله، طبعا عثمان هذا أسلم هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص مع بعض، ثلاثة جايين المدينة هاجروا مع بعض، كل واحد كانت له قصة إسلام. المهم هم ماشيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم قال الله أكبر، رمتكم مكة بفلذات أكبر، يعني إيش أفضل شباب مكة. بعدين في فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، عثمان جاي معه من الجيش، فقال له اذهب وأتني بمفتاح الكعبة يا عثمان. فراح وجاب مفتاح الكعبة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وفتحه. ثم قال يا عثمان تذكر يوم قلت لك أن هذا المفتاح سوف تراه يوما بيدي؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال هات يدك يا عثمان، خذوها خالدة فيكم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يقرأ هذا الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا سيدنا عثمان رضي الله تعالى. طبعا هذا هو التنعيم، هذه منطقة التنعيم وهي حدود الحرم. سبحان الله، شوفوا مكة عجيبة جدا. طبعا حدود الحرم اول من وضعها في خلاف، الازرق رحمه الله عليه عندهم خلاف، لكن على اي حال ابراهيم عليه السلام باشاره من جبريل، ثم جددها يقال قصي بن كلاب، ثم النبي عليه الصلاه والسلام ارسل واحد من الصحابه اسمه تميم بن اسد الخزاعي رضي الله عنه، فكان يعني يضع حدود الحرم. المدينه الحين عندنا حرم صيد وعندنا حمى، صح؟ مكه عندها حرم وعندها منطقه المواقيت. سبحان الله، مكة قبل لا تجيها بمسافات الله يهيئك. يعني شوفوا ذو الحليفة 400 كيلو وانت داخل، خلاص تدخل تحرم عشان تتهيأ لدخول الحرم، وهكذا يلملم وذات عرق ما في حمى، مواقيت بس. ايوه، مواقيت وحرم. المدينة عاد فيها الحمى شو اسمه، حمى مشاركة. تفضل. بس في لفته بس جميله، انه مساحه حرم مكه
تقريبا مساوية لمساحة حمى المدينة. سبحان الله. أيوة هذه كتاب الشيخ برضو. المساحة تقريبا نفسها مساحة حرم مكة تقريبا تساوي مساحة حمى الشجر في المدينة المنورة. جميل ما شاء الله. تفضل تفضل تفضل. في سؤال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي مشاركة بخصوص إسلام سيدنا عثمان بن مبرون وسيدنا أبو سفيان بن حرب وغيرهم من مشركي قريش الذين أسلموا عام الفتح أو في يوم الفتح. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. القرآن أثبت أن الله تعالى يثيب على الشهامة وحسن الخلق ما لا يتوقعه متوقع. وهناك أدلة كثيرة على هذا، من جملتها هذه القصة التي تفضلتم بها الله يحفظكم، ومن جملتها أن أبا سفيان بن حرب لما هاجرت السيدة فاطمة إلى المدينة سألها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هجرتها وما الذي حصل معها عند الهجرة وماذا حصل معها في مكة، فأخبرته بكل شيء، أخبرته بكل تفاصيل قبيل الهجرة، حتى إنها قالت إنها تعثرت في مرة ووقعت فأسندها أبو سفيان ونفض عنها القبار. قال: أفعل هذا؟ قالت: نعم يا أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. وفي نظري هذا من جملة الأسباب التي أدخلت الإيمان إلى قلب أبي سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة خاصة قال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. فالحقيقة أن العرب كانوا أصحاب أخلاق حميدة قبل الإسلام، ولكن ينقصهم بعض تكميم هذه المكانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق موجودة، ولكن لأتمم مكارم الأخلاق بالعقيدة الصافية وبإخلاص العبادة لله وحده وبكثير من الأمور الأخرى التي جاء بها الإسلام كتشريعات وسلوكيات. فهذه القصة تدلنا على أن الله تعالى يجازي على الشهامة ويكافئ على حسن النوايا ويدخل الإيمان في قلوب من يعلم في قلبه خيرا. ما شاء الله أفادك الله ما شاء الله. تفضل تفضل. سؤال. تفضل. ما الفرق بين الحمى والحرم؟ ثواني بس. طبعا الحمى الحرم الحرم له احكام خاصه فيه. له عده احكام، يعني فيه الصيد وفيه اللقطه وفيه يعني فيه عنده عده احكام، عرفت كيف؟ اما بالنسبه للحمى فهو حمى الشجر يكون خاص بال وله برضو احكام في الشجر نفسه فقط الشجر. ايوه نعم. ومستثنى منها بعض الاشياء مثلا زي الاذخر، العباس قال: يا رسول الله الا الاذخر فانه ليسقوا فيهم ورقينهم يستخدموه في هذه. راح الصوت الصوت شفتوا كيف الصوت يبلون من اختلى خلاها فعليه لعنة الله وملائكته والناس يجمع. هذا ترى موجود هذا في النبات. نعم في الحمى النبات يعني المحرم قطعه. ولا وله يعني هو طبعا الحمى حقيقة يعني قديم في العرب المدينة. ما شاء الله شيخنا الشيخ عبد الله ما شاء الله. ها مكة فيها حمى؟ مكة حرم، حرم بس يشمل هذا الحرم تقريبا أشمل أقوى من الحمى، لأنه فيه برضو حكاية ال أيوة نعم فيه. ليش فيه؟ يعني هو كمان في فرق بين الحمى قبل الإسلام والحمى في الإسلام. الحمى قبل الإسلام فيه زي حمى ضرية يعني كذا حمى. حمى كلية الإسلامي وحمى كلية كانت حمى لأغراض شخصية. لكن الحمى في الإسلام لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى الشجر هذه كانت لعامة المصلحة العامة للمصلحة العامة. فكان يعني لذلك كان أول حمى هو المصلحة العامة، فكان في المدينة المنورة هو حمى الشجر. هذا الفرق كان في الحمى قبل الإسلام.
مو دحين اسمع قاعد كمان شوي تبغى تخرج الشارع دود الحرم ايش الميزه فيه؟ لا ما حد نزل الصلاه في المسجد النبوي معروفه ولا انت تتصل في بس كنت انا لكن في مكه الصلاه في منطقه الحرم يعني ايش ميزه لما تكون ساكن داخل حدود الحرم فضائل الحرم كلها فيه فضائلك في المدينة الموت فيها والحياة فيها كل ما ذكر من فضل المدينة فيه البركة اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة كلام هنا في المنطقة هذه عرفت كيف؟ يمكن يقصد زي الصلاة كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ذكر الصلاة على ألقاب المدينة الملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال هل تقصد الصلاة مثلا في مكة في أي مكان داخل مكة الصلاة في المدينة الصلاة فقط في المسجد لانها خصصت اي خصصت بالحديث هو يذكر ايش الفضل يعني ايش الفضل فيه يعني ولا تسال فقط عن الصلاه ولا الفضل ايش الميزه يعني ايوه هذه هي الميزه الميزه البركه والحياه فيها والموت فيها تنال شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام الصبر على اي منطقه في الحرم انت ساكنها كنت له شهيدا او شفيعا يقول القاضي عياض شهيدا لأهل الطاعة وشفيعا لأهل المعصية تخيل فالصبر على المدينة خطير جدا من صبر على هذا من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها فإني أشفع لمن عند النساء أشفع وأشهد فيها برضو الشفاعة والشهادة ففضائل الحرم كثيرة جدا طيب احنا دحين دخلنا مكة والآن يا جماعة الخير نركز شو هي ليلة واحدة لكن نحاول أننا نغتنمها بالأعمال الصالحة يعني مكة أنت في حرم الله البلد الذي أقسم الله به قسمين في القرآن يقول لا أقسم بهذا البلد ها؟ يعني أقسم بهذا البلد هذا أسلوب عند العرب وقال في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سماه الله البلد الأمين وأقسم به والله لما يقسم ترى ما يقسم بأي شيء يقسم بشيء عظيم جدا ما يقسم الله عز وجل يعني تعرفوا على دلالات القسم يعني انها تدل على عظمة الشيء ف يعني كانوا الله يقول في حرم مكة يقول لك الإرادة تكتب يعني مجرد تتحرك الإرادة يقول لك ومن يرد فيه يرد هذه ترى حركة قلبية عرفتوا كيف؟ يبغال الواحد يحافظ على كل شيء ثاني الأعمال مضاعفة نقل عن الحسن البصري أنه قال كل عمل بمئة ألف يقول حتى الابتسامة بمئة كل شيء بمئة ألف يعني دحين لو تتصدق بريال كأنك تصدقت بمئة ألف ريال تخيل الصلاة بمئة ألف زي كذا فلذلك يعني فرصة أننا إن شاء الله ليلتنا هذه إن شاء الله نقضيها بإذن الله في جسمه نحاول أن نغتنم بإذن الله هذه اللحظات الجميلة في هذه البلدة المباركة لا أقسم بهذا البلد شو القسم الثاني وأنت حل بهذا البلد تعرف هذا يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام حلوله في مكة معطي مكة عظمة ثانية فأقسم الله بهذه الصورة دي وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لذلك عاد طبعا هو العلماء يتكلموا انه تعرف الخلاف احنا عاد المدائن عاد ما عاد ذاك الخلاف ما ادري هذه هي عاطفيه يسميها ما شئت لكن عاد فضل المدينه على مكه وفضل مكه على المدينه والخلاف الذي الوارد فيهم قالوا ان سيدنا عمر كان من سمعه فضل مكه على المدينه علاه بالدره صحيح يضربه من فضل مكه على المدينه يضربه بدرتي عصاتي عصات سيدنا عمر مهاجر المدينة مهاجر طبعا المهم هذا طبعا هي فيها والحديث الصحيح المتفق عليه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفين تعرف ما قال ضعف لو قال ضعف يعني دبل لما قال ضعفين دبل يعني أربع مرات البركة اللي موجودة في المدينة عن مكة السلام. حتى واحد من مكة مدينة يقول المكاوية يقول لهم ترى زمزم اللي عندنا أفضل من زمزم قالوا له كيف احنا عندنا زمزم وبير زمزم عندنا واحنا اصل قال لهم ما هو دخل المدينه واخذ ضعفين البركه يعني واضحه بنص الحديث ما يبغى لها شرح ها؟ اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد يعني ترى شوف المدينه الحديث الصحيح ايضا
قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم كان عبدك وأنا بس إحنا في مكة صار أنا ما أجيب فضائل مكة. المشكلة العاطفة هذه مشكلة ما تقدر تتحكم فيها. عواطف يقول لك عواصف. فعلى أي حال اللهم صل. مرة يقول لك اثنين قاعدين واحد يقول لك المدينة مكة قال لهم خلاص عينين في راس. قال احنا اليمين طيب. يعني ما في حل حيبقى الخلاف حيبقى الخلاف مستمر. المهم فابراهيم حرم مكة ودعا لها والمدينة من حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن إبراهيم كان عبدك ونبيك وخليلك وأنا عبدك ونبيك ورسولك وإن إبراهيم دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة وإني أحرم ما بين لابتيك كما دعا حرم إبراهيم الحرم مكة حرمة إبراهيم ودعوة سيدنا إبراهيم وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. المدينة حرمها المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعا لها من فهنا نقول إيش مكة إبراهيمية والمدينة محمد الله أكبر. هذه يعني صراحة يعني المدينة والله صعب صراحة يعني شيء في كلام لابن القيم عموما خذوه وأمروه. هو ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد فتوى عن ابن عقيل الحنبلي ومعروف ابن عقيل يعني كان يوصف بوحيد دهري وفريد عصري. سئل أفضل الحجرة ولا الكعبة حجرة ولا الكعبة قال ابن عقيل قال إما إذا كانت الحجرة فاضية ما في أحد فالكعبة أفضل أما وهو فيها سيد الخلق فيها. هذا كلامه ورجعوا له أنا مالي الشغل اللي يبغى يتضارب يروح يتضارب مع ابن القيم. قال أما وهو فيها فلا والله لا مكة لا الكعبة ولا الأفلاك الدائرة ولا جنة عدن ولا العرش أفضل من الحجرة لأن في الحجرة جسد لو وزن بالكونين لرجح اللي هو جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ما علق أي تعليق يعني ساقها كأنه يعني على أي حال يعني المدينة ما نقدر إيش نقول عنها المدينة ومكة كذلك ماذا نقول عنها. وزي ما قلت لكم يعني حقيقة نحن الليلة في ليلة مباركة في هذه الأرض المباركة أي صلاة تصليها الوتر الليلة إن شاء الله نصلي لصلاة الوتر بمئة ألف وتر أي ركعتين صليتها بمئة ألف ابتسامتك أي نوايا أنوي نوايا إلى منتهى الحياة إلى باقي حياتك ما بقيت كلها تحسب لك. يقول لك البعض أهل مكة في الجنة هذول ما شاء الله أهل مكة هذول في الجنة هنيئا لهم مئة ألف أيوة طبعا هنيئا لهم فضل كبير جدا ما شاء الله.